اوكي، يعطيكم العافية. أنا كوتش مروة. إحنا بنطلع ضمن برنامج صحتي سلامتي بالتعاون مع بلستان سبورت أونلاين والممثلة الأسترالية رمضان. رح نعطي تمارين للياقة بدنية، تمارين تنزيل وزن، تمارين للشيبينج تاعك. ممكن تستفيدوا كلياتكم وإنتوا في البيت، لهيك الكل يعمل شير للفيديو يوصل كثير ناس يستفيدوا حتى لو هم في البيت. وراح نبلش بالورم اب. جو. خمستاشر عديت، ثلاث جولات، الخمستاشر الأولى جو، خمستاشر الثانية نفس. ونفوت على 15 الثالثة جو. اوكي، ناخذ نفس. اوكي، نعمل جمب كأنه بننط الحبلة بس بدون الحبل. جمب جو. نفس. خمستاشر عدة الأولى، ثلاث جولات جو. الخمستاشر الثالثة جو. أوكي، ناخذ نفس. أوكي، رح ننزل سايد سكوات يمين، سكوات شمال. جو، نفس. جو. اكسلنت. خذوا نفس. الجولة الأولى 10، ثلاث جولات. العشرة الثانية هي جو. العشرة الثانية، خذوا نفس. العشرة الثالثة والأخيرة جو. خلصت ثلاث جولات من الثبات up and down one side على الإجر الأولى. جولتين، عشر عدات لكل جولة. جو. إكسلنت. السايد الثاني نو. لسه بالسايد الأول. العدة الثانية 10. جو. اوكي، السايد الثاني، تشينج يور سايد. جولتين على السايد الثاني 10 عدد. جو. السايد الثاني، الجولة الأولى خلصت. دائما خلوا معدتكم لجوا، نفسكم دائما شغال، ونشتغل الجولة الثانية 10 عدد. جو. ناخذ نفس. طبعا اشربوا مي، ما تنسوا المي، تشرب شفطة مي.
اوكي، احنا حكينا اليوم رح نحتاج بار او عصا، اي عصا عندكم بالبيت استخدموها. رح نشتغل رجلنا مفتوحين على مستوى الكتاف. رح نشتغل كل المنطقة هاي مع منطقة الخصر، ايدين باي تراي، نشتغل لقدام 3 جولات، 15 عدة لكل جولة. هريو اكسلنت. 15 الأولى خلصت، 15 الثانية، الجولة الثانية هي. وإذا ملاحظين الإيد ما بتنزل لتحت كلياتها، الإيد بس بتنزل لمستوى الصدر. ال 15 الثانية خلصت، نشتغل 15 الأخيرة اليوم. نفس من فتحة الإجرين على مستوى الكتاف، سايد أول رح نطلع up and down، جسمنا straight، معدتنا جوا، والإيد الثانية straight مشدودة. Here you go. زي ما ملاحظين نص طعجة. Go. 3 جولات، 15 عدة. Here you go. خلصت الجولة الأولى 15 عدة، ننتقل على الجولة الثانية كمان 15. هريو مباشرة على 15 الأخيرة الجولة الثالثة. هيو نفسكم. اوكي خلصت السايد الأولى 3 جولات، change your side على السايد الثاني 3 جولات، كل جولة 15 عدة. خذوا نفس، معدتكم جوا. جو. خمسة عشر الأولى الجولة الأولى خلصوا، على الجولة الثانية مباشرة 15 عدة. جو. الجولة الثانية خلصوا، دايركت على الجولة الثالثة 15 عدة. اليوم الجولات الثانية على السايد الثاني خلصوا، رح تحسوا بدوء للتمرين، رح تحسوا انه وجعكم اكثر من المره اللي فاتت لانه التمرينات اليوم على العضلين مباشره. نمسك البار او العصا اللي عندكم الموجوده هيك، رح نشتغل سايد واحد على منطقه الخصر وعلى اطراف المندل. رح نشتغل جولتين 15 15 لكل جوله. حلو، وان سايد. Thank you.
اوكي ال 15 الاولى خلصوا دايركت على ال 15 الثانيه نفس السايد، معدتكم لجوه، نفسكم ما تمشي النفس. هيا جو. الجولة الثانية على السايد الأول خلصت، على السايد الثاني كمان جولتين 15 عدين لكل جولة. هيا خذوا نفس جو. خلصت دايركت 15 الثانية على نفس السايد. هيا اوكي 15 خذوا نفس 5 ثواني 5 ثواني اشربوا ماي. اشربوا مي، خذوا نفس، اوكي. راح نشتغل منطقة الظهر، راح نرفع ايدينا ستريت لفوق، وراح ننزل ورا الراس، يعني راح يكون هيك، ورا الراس. هيك راح نشتغل جولتين 15 لكل جولة. هيريا. الأولى خلصت، راح تحسوا بوجع بكتافكم ومنطقة الظهر من ورا وعند الرقبة، ما في أذية بالمرة بس بتحسوا بوجع، يعني ما راح تنأذي رقبتكم أو إلى آخره، بس الوجع لأنه العضلات والمفاصل ممكن لأول مرة تتحرك في هاي المنطقة. ال 15 الثانية اليوم. جولتين كل جولة 15 عدة اليوم. نفسكم معدتكم جوا ال 15 الأولى. هلا اوكي ال 15 الأولى خلصت، ناخذ نفس ومنروح على ال 15 الثانية مباشرة. جو. الثانية خلصت، دائما أي تمرين على أي عضلة جديدة في جوا الجسم راح تحسوا بوجع دايركت، سواء بنفس الوقت اللي عملتوا فيه التمرين أو بعد نص لساعة راح يبلشوا عضلاتكم يوجعوا، لأنه إحنا بنشتغل على العضلة مباشرة، فما في إشي بخوف. إذا تمرينك صح، إذا التمرين صح، نفسك بيشتغل صح، وضعية التمرين تكون مظبوطة، ما في شيء بخوف، الوجع طبيعي. لهيك
رح نشتغل، بما إنه لساتنا على الجزء العلوي من الجسم رح نضل نشتغل فوق لا نخلص. رح نشتغل straight ال air، رح نشتغل كل منطقة ال air من هون والخصر. رح نشتغل 3 جولات 15 عدة لكل جولة، نفسك وبطنك جوا 15 عدة ال air straight up and down، فتح رجليك على مستوى كتافك هاليوم. اوكي، ال15 الاولى خلصت، ناخذ نفس و دايركت على ال15 الثانيه على الجوله الثانيه. حلو، اوكي 15 عده ثانيه. طبعا الايد ما بتنزل كثير ولا بتطلع كتير، الإيد بالنص. أوكي، الجولة الثالثة والأخيرة على الصعيد الأول 15 عدة. إكسلنت، من روح على الصعيد الثاني 3 جولات 15 عدة لكل جولة. لازم نضل بيك السايد اللي بنشتغل فيه العضلين مش لازم تبرد، نضل شغالين فيها قبل لا تبرد. يعني العضله احنا سخناها من 15 عدد ما بينفع نرتاح شوي واحنا بنرجع نشتغل فيها، بس نضل نشتغل فيها لخلص التمرين. هيك 3 جولات على السايد الثاني 15 عدد لكل جوله اليوم. اوكي، ال 15 الاولى خلصت، دايركت ال 15 الثانيه الجوله الثانيه. هيو، اوكي ال 15 الثانيه خلصت، دايركت على ال 15 الثالثه والاخيره. هيو، نشرب مي، ناخذ 5 ثواني راحة، اشربوا مي كتير. اوكي، بما انه لساتنا بنشتغل على المنطقة العلوية رح نطلع اب ورا الراس وننزل بس لمستوى السدر. يعني اكزام سكيل، 1 2 3. اوكي، 15 الاولى جولتين، 15 لكل جوله. هيا جو، ال 15 الاولى خلصت، زي ما حكيت احنا رح نحس باوجاع بالعضلات لانه احنا دايركت اليوم نشتغل على العضله مباشره، لهيك الاوجاع طبيعيه تصير هسه او بعد التمرين. ال 15 الثانيه جو، اوكي 15 الثانيه خلصت، ناخذ نفس ونشتغل كل المنطقة الأولى، الإيدين مع الإجرين. أول 15 راح تكون سكرة مع الإيد أب أند داون، 15 الأولى، ال 15 الثانية على نفس السايد بس الإجر ستريت أب أند داون، إيدين وإجرين ستريت لايك ذيس. أوكي، ال 15 الأولى الإجر مسكرة،
أب أند داون مع الإيجار اللي شفته من 15 يناير. أوكي 15 الأولى على السايد الأول خلصت على نفس السايد بس الإجرين والإيدين ستريت. هيا جو. أوكي 15 ال الثانية المفتوحة على السايد الأول من ننتقل للسايد الثاني الخمسة عشر ولا نتذكر ما نغير وضعية التدريب يعني عملنا مسكر نعمل مسكر عملنا مفتوح نعمل مفتوح. أوكي على السايد الثاني خذوا نفس بطنكم دائما جوا على السايد الثاني إيش مسكر جو. عشر الأولى على السايد الثاني مسكر خلصت نشتغل على السايد الثاني ستريك الإجر مع الإيد جو. ناخذ نفس واشرب المي كثير. هسا الكل دائما بيحكي انه احنا ما نشرب مي واحنا بالتدريب لان النفس بيكون كثير طالع نازل ممكن نتأذى. ابدا المي كثير ضروريه في التدريب. ممكن الحدا اللي كثير عنده نفس بيطلع وبنزل يشرب مي يخليها بتم شوي بعدين ينزلها فعلشان هيك المي كثير ضروريه. اوكي رح نشتغل اجرين وايدين ستريت لقدام ستريت مع الجسم يعني مش جنب الجسم زي التمرين اللي راح. هيك رح نشتغل جولتين السايد الاول 15 عده لكل جوله يعني هيك. اوكي هيك رح نبلش الجهه الاولى 15 عده جولتين اليوم. الأول خلصت دايركت منروح على 15 الثانية على نفس السايد هيريو. أوكي 15 الثانية على السايد الأول خلصت. اوكي من نروح السايد الثاني جولتين 15 عده لكل جوله ريدي جو. اليدين ستريت اب اند داون على معدتك كمان. اوكي 15 الاولى على السايد الثاني خلصت بنروح دايركت على 15 الثانية على السايد الثانية. اوكي 15 عدة خلصت الجولة الثانية على السايد الثاني. ناخذ نفس وراح ننزل سكوات.
إذا نشريت جينا مفتوحين على استراكتاتنا رح ننزل 15 مرة. Ready and go. خمستاش سكوات على الجيم وذي ستريت. خلصوا خذوا نفس 5 ثواني. 4 3 2 1 go. انا حكيت انه راح نستخدم حيط حتى يكون ما في عليه شيء. راح ننزل من وضعية السكوات ايدينا قدام. رح نشتغل ايدين up and down لفوق جولتين 15 عدة لكل جولة 4. اوكي 15 الاولى خلصت. دايركت على 15 تاني سكوات نرفع. الثانية خلصوا وإحنا جنب الحيط من نستند على الحيط ونشتغل على الإجر وعلى الخواصر من هون مع الإيدين بس لجوا. up and down up and down. أوكي منبلش ناخذ نفس خذوا نفس ومنبلش جولتين 15 عدة. هي الإجر ما تنزل على الأرض. خمسة عشر الأولى خلصت. دايركت على 15 الثانية نفس الصار. حلو. الثاني على السايد الأول بنروح على السايد الثاني جولتين 15 15 لكل جولة. هيك 15 الأولى خلصت على نفس السايد 15 الثانية. هيك ناخذ نفس خذوا نفس. اوكي بما انه بنشتغل اجرين راح نضل نشتغل اجرين. راح ننزل لقدام على الاجر على الاجر بس لقدام يعني هيك على الاجر لقدام والثاني نفس الاشي بتثني زي اللي قدام. راح نشتغل 15 15 لكل سايد. يلا الأولى على السايد الأول للسايد الثاني 15 عدة. هريو نشرب ماي نشرب كتير ماي
side and side بالعصر رح نشتغل صدر وكتاف. نفسك جوا، نفسكم جوا ومن من تشنج من سايد لسايد. هيا العشرة الأولى ثلاث جولات، عشرة لكل جولة. خذ نفس جو. العشرة الثانية خذ دايركت على العشرة الثالثة. حلو. خلصنا الثلاث جولات، عشرات لكل جولة. اوكي راح نشتغل على الحيط. اجرنا ستريت والايد راح تكون ستريت على الرجل. اذا كل ما ثبتنا وزننا على الحيط كل ما زاد الثقل على الاجر اكثر. ناخذ نفس جو. عشرة عشرة لكل جولة، جولتين لكل صار. هيا العشرة الثانية على السايد الأول ونروح للسايد الثاني. عشرة لكل جولة، جولتين. جو. العشرة الأولى خلصت، دايركت بنروح على العشرة الثانية السايد الثاني. اوكي اكسلنت. قبل ما ننزل مادة كل الجسد تحت راح نشتغل آخر تمرين فوق. راح نعمل سيركل على الراس لكل منطقة الكتاف والصدر والظهر والأربطة الموجودة اللي بتشوفها بلابس. ريدي. خذوا نفس معدتكم جوا ونعد ثلاث جولات، عشرة عشرة جولة. العشرة الأولى خلصت، دايركت بنروح العشرة الثانية. كيو. العشرة الثانية الجولة الثانية، آخر عشرة بهاي الجولة، ثلاث جولات العشرة الأخيرة. هيو. أوكي خلصوا الثلاث جولات، ناخذ نفس تقريبا 30 ثانية قبل لا ننزل على المعدة. والجسم المنطقة السفلية بالجسم حكيت لكم أهم عامل بيساعد في حرق الدهون اللي هو النفس. كيف أنتوا بتطلعوا وبترجعوا نفسكم بس على هاي الطريقة أنتوا تحرقوا دهون، غير هيك كلياته عوامل مساعدة مش عامل رئيسي. أوكي ننزل نشتغل معدة ومنطقة الجسم من تحت. اوكي رح نشتغل السايد الاول up and down، ايدنا على الارض. السايد الاول رح يطلع up and down كل الاجر والايد. رح نشتغل عشرة لكل جولة، ثلاث جولات. جو. العشرة
العشرة الأولى خلصت دايركت على العشرة الثانية نفس الستايل. أوكي العشرة الثانية آخر عشرة 3 جولات، الجولة الثالثة آخر عشرة دول. العشرة الثالثة خلصت من كم نجي على الصايد الثاني. ايدنا على الأرض، الإجر والإيد ستريت أب أند داون. بنشتغل 3 جولات 10 لكل جولة. العشرة الأولى خلصت دايركت من تشنج على العشرة الثانية. اكسلنت، آخر عشرة بنشتغلها هسه جو. اكسلنت، ناخذ نفس ثلاث ثواني 5 ثواني. خذوا نفس، ظهركم مرفوع، ايديكم فوق على باب المعده. راح ننزل 3 سم وراح نفرز، يعني نعمل فريزنج بعد كل 10. 3 جولات 10 عدات، كل 10 فيها فريز 10 ثواني. يعني 1 2 3، يعني مثال فريز، راح نضل فريز على باب المعدة على 10 ثواني. اوكي العشرة الأولى ريدي جو. اوكي العشرة الأولى فريز. اكسلنت، العشرة الثانية دايركت. اوكي فريز. اوكي العشرة الثالثة دايركت. اوكي فريزنج، اخر فريز. اوكي بناخذ نفس، خذوا نفس 5 ثواني وننزل فوق المعده. اوكي اجرينا هيك، احنا على الارض اجرينا، ان شاء الله يكون مبين اجرينا، مفكرين رح نطلع كل معده، الايدين ستريت أب أند داون 3 جولات، كل جولة 10 عدات. أوكي الجولة الأولى خلصت دايركت على الجولة الثانية. اوكي العشرة الثانية خلصت، العشرة الأخيرة هريب. اوكي خلصنا العشرة الأخيرة، خذوا نفس، خذوا نفس ونروح على التدريب الجديد. بما انه احنا بنشتغل معدة راح نضل في نفس الليمت عند الخصر، راح نشتغل خواصر. احنا اجينا واحدة مفتوحة والثانية مسكرة، راح نشتغل up and down على الاجرين. راح تحسوا انه هاي المنطقة بتفوت
لجوا بتفوت وبتطلع حسب كفاءة التدريب. يعني كل ما شديتي أكثر لتحت وكل ما رفعته أكثر بصير فيها انقباض عضلي. لهيك بنشتغل 10 ثلاث جولات 30 عدة. اكسلنت، العشرة الأولى خلصت، دايركت على العشرة الثانية. هيريا اوكي، العشرة الثانية خلصت، بنروح على العشرة الأخيرة مباشرة. جو اوكي، بنشرج على السايد الثاني، العشرة 30 عدة، ثلاث جولات على السايد الأول خلصوا، دايركت بنروح على السايد الثاني، ننزل ستريت لعند آخر الإجر وبنرفع أب، بيصير هاي المنطقة ستريت. كل ما نزلت أكثر لجوا كل ما صار انقباض في هاي العضلة. جو العشرة الأولى خلصت، دايركت على السايد الثاني. هيريو العشرة الثانية خلصت، بنروح على العشرة الثالثة دايركت. هيريو ناخذ نفس ثلاث إلى أربع خمس ثواني وننتقل دايركت على التمرين الجديد. أوكي، تمرين جديد راح تكون الوضعية، إن شاء الله يكون مبين، راح تكون الوضعية الإجر عكس الجسم، الإجر راح تيجي فوق الإجر اللي راح نشتغل فيها. إجر هاي مسكرة، الإجر الثانية مفتوحة، راح نعمل straight up and down على الإجر الأولى 10 عدات لكل جولة، جولة واحدة. Go. Excellent. بنروح على السايد الثاني، 10 عدات على السايد الثاني. Here you go. اكسلنت، راح نشتغل على الاجرين كمان وعلى الايدين كمان. شو راح نعمل؟ راح نعمل ايدنا ستريك والاجر راح تيجي مسكره لقدام، احنا ايدنا هون والاجر مسكره. راح نشتغل 10 10 لكل جوله، جولتين متتاليات. جو العشرة الأولى خلصت، بنروح دايركت على العشرة الثانية. هري اكسلنت، خلصنا الجولة الأولى على الإجر الأولى، خلصنا جولتين، من تشنج على السايد الثاني أب أند داون جولتين، 10 10 لكل جولة. العشرة الأولى على السايد الثاني خلصت،
دايركت بنروح على العشرة الثانية. اكسلنت، ناخذ نفس، ناخذ نفس نرتاح. 10 ثواني بنشرب مي، اشربوا مي، اشربوا مي، خدوا نفس. العبوا رياضة كثير، خلوا الرياضة جزء من حياتكم لو 3 مرات بالأسبوع. أي رياضة بتحبوها مارسوها، شو ما كان نوع الرياضة، جري، سباحة، شو ما كان نوع الرياضة واللي بتحبوها، المهم تعملوا رياضة. أوكي، بنفوت على التمرين الجديد. ظهرنا ستريت، إيدينا راح يطلعوا up and down، بيرجعوا على الأرض. شو راح نعمل؟ جولتين لكل جولة 10 عدات. خدوا نفس، فرغوا كل نفسكم، معدتكم دائما جوا، وراح نبلش هسا. جو، العشرة الأولى جو. اكسلنت، دايركت ونشنج على العشرة الثانية. جو هير. اوكي اكسلنت، خلصنا العشرتين جولتين. اوكي بنشنج على التمرين الجديد. خذوا نفس وفرغوا نفسكم، الاجرين مسكرين، الجسم ثابت، ظهرنا ستريت، راح نشتغل هسا. ليش الاجرين ثابتين؟ كل ما كان الجسم اللي تحت ثابت، كل ما ارتفع التمرين على الجسم، على الجسم من فوق، يعني صار الشغل بس على المنطقة فوق. ليش احنا بنشتغل العضلة سلو موشن او بنشتغل العضلة بدون حركة؟ ليروح التمرين مباشرة على العضلة، لأنه إذا إحنا كنا كل الجسم يتحرك وإحنا بنشتغل عضلة، التمرين راح يتشتت في الجسم. التمرين بوصل بس كفاءته لما يكون الجسم ثابت وأنتم بتشتغلوا دايركت على العضلة، بيكون كفاءة التمرين أعلى وبتوصل العضلة مباشرة. لهيك الجسم السفلي ثابت، إيدينا ستريت، راح ننزل 3 جولات لكل جولة 10 عدات. على السلايد الأول منبلش. العشرة الأولى خلصت، ناخذ نفس وننتقل مباشرة على العشرة الثانية نفس الصف. العشرة الثانية خلصناها، بنشتغل العشرة الثالثة، جسمنا ستريت، ظهرنا مرفوع. العشرة الأخيرة اليوم، العشرة الثالثة خلصت، بنروح على السايد الثاني دايركت، بنشتغل بالسايد الثاني، جسمنا ستريت، ايدينا ستريت، احنا بننزل سايد واحد، الجهة اللي عكس الجهة اللي بنشتغل عليها هي اللي بتشتغل أكثر، لأنه الشد بصير عكسي بهذا التمرين. بنشتغل 3 جولات 10 لكل جولة. هي العشرة الأولى خلصت، دايركت بنروح على العشرة الثانية. هي العشرة الثانية خلصت، آخر
جولة آخر 10 منشتغلها هسا جو. أوكي نشرب ماي. أوكي وهيك بكون تمرين خلص لليوم، وكثير أنا انبسطت إني كنت معاكم. تحياتي مني أنا كنت مروة للجميع، كونوا معنا كل يوم سبت بهذا الموعد للكل يستفيد. شكرا جزيلا.